انه الباب اصبح مفتوحا الان لامكانيه تعديل الدستور لكي يتصدى القضاء العسكري لمواجهه العمليات الارهابيه، ده احد الحلول يعني. اتفضل. اعتقد ان الدكتور علي لما اتكلم النهارده يعني المقصود ان هو لازم نوصل للعداله الناجزه في اسرع وقت ممكن، حتى لو اقتضى ذلك تعديل الدستور. اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان الدستور بتاع 2014 في بعض المطبات، وبعض المطبات يعني الكبيره، ومش في الماده بتاعت المحاكم العسكريه فقط، لا ده الدستور من اوله بادئ بمطبات، والدستور ليس قران. فلو فعلا هنعدل لابد ان نعدل جميع المطبات اللي وضعت في هذا الدستور. هو كلام الاستاذ مرتضى لما قال لك انه عايز يتغير بالكامل، بس احنا ما بنقولش يتغير بالكامل، بنقول ايه؟ المطبات لابد من علاجها. المطبات ابسط حاجه. اه انا راجل واخد بالك ايه؟ كوكيل الخطه والموازنه اول حاجه النسب الدستوريه اللي اتحطت لنا علشان الانفاق. مفيش دوله في الدنيا بتصرف على التعليم 6% غير دول اسكندنافيا. هل انا النهارده انا في مصر، النهارده انا في مصر تقارني بدول اسكندنافيا اللي هي الدول واخد بالك الملتزمه بنسبه 100% من ناحيه الضرايب، وتيجي تقول لي تصرف على التعليم 6%، ولما اجي ما اقدرش اغطي هذه النسبه ابقى انا راجل مخالف للدستور؟ طب افترض لا قدر الله ان انا عندي حرب النهارده، اغطي النسبه دي ازاي؟ انا بكلمك بقى كلام بايه بعيد عن المحاكم العسكريه، المطبات اللي في هذا الدستور. كلام يعني عارف حضرتك غريب، نسب عبثيه المحطوطه دي، يعني ليه ليه محدده انفاق في التعليم 6%، التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، انفاق في الصحه 3%، كل الكلام ده احنا حاجه جميله ونتمنى ان نوصل لها، بس اوصل لها امتى؟ بعد ما الاقتصاد بتاعي يستقر وابقى ما عنديش ايه العجز اللي موجود. لكن النهارده في ظل العجز اللي عندي، لا قدر الله لو انا واخد بالك دلوقتي مستدرج في الحرب على الارهاب ومحتاج احارب الارهاب، اغطي مين ابقى الاولى؟ ما لازم اغطي بقى حرب للارهاب دي في الاولى، انا اهم حاجه عندي مصر، تبقى مصر، ده اللي يهمني النهارده. لكن ما يهمنيش واخد بالك ايه؟ ان انا اغير في الدستور عشان اغير في الدستور، لا، انا اي حاجه تخلي مصر تبقى كدوله قائمه وسط هذه المنطقه اللي تم تمزيقها هنعملها حتى لو تغيير الدستور. ده انا قلت لك على حاجه واحده، الناتج القومي، واخد بالك؟ مفيش حاجه اسمها الناتج القومي، هو الناتج المحلي. فلا انا ما اجي اغير واغير كلمه القومي واحطها طيب المحلي. عشان ما احنا لو فتحنا لازم في الناتج القومي ازاي بقى؟ طيب. لا الناتج القومي ده بس انا عايز عشان ما ابعدش عن موضوع. خليني في القضاء العسكري. انا يعني انت عايز تقول انه في مواد كتير عايزه تتعدل. ايوه مطبات كتير. خليني في القضاء، ايه اللي بيخليكوا تفكروا في انه القضاء العسكري هو الحل؟ وما بتخافش انك تتهم من قبل دول تتصيد وتترصد لك بانك بتتخلف عن الدولة المدنية وانك هتعمل انتهاكات؟ انا النهاردة اللي يهمني مصر، واخد بالك؟ الدول دي كلها لما الدول اللي جنبينا تمزقت وضاعت، الدول دي واخد بالك ما نفعتهاش، ما العراق قال لك هنجيب لها الديمقراطية، اين هي الديمقراطية اللي موجودة في العراق النهاردة؟ العراقيين يتمنوا انه كانوا يفضلوا زي ما كانوا زمان وما يوصلوش لحالة وصلوها النهارده. فاحنا واخد بالك اهم حاجه بالنسبه لنا المحافظه على مصر، حتى لو المحافظه على مصر دي دفعنا ثمن احنا وضعنا احنا مش مشكله، لكن انا يهمني مصر تبقى كمصر لاولادي واولاد ولادي، يبقى هي دي اللي احنا محتاجينها. الدستور ليس قران، الدستور يمكن تعديله. الماده اللي بيتكلم عليها الاستاذ مرتضى دي واخد بالك بتتكلم على مدد الرئيس، انا مش هزود مدد الرئيس من مدتين اعملهم ثلاثه واربعه، ما حدش بيحكي في الكلام ده خالص، لكن احنا بنتكلم واخد بالك على ايه؟ ما نسمح، هل الارهابي دوت يعني مش ما يتحاكمش عسكري ازاي؟ امال مين اللي يتحاكم عسكري؟ ده انا عايز الارهابي يتحاكم عسكري، واللي ياخد الدعم بتاع الدوله يتحاكم عسكري، كل الناس دي كلها، لان احنا في وقت حرب دلوقتي، هل في حرب اكتر من كده؟ احنا في حرب 73 ما كناش بالطريقه دي. احنا في اكتر من 73.